كافلة بخطوات واثقة، كافلة تتقدم، سحابة السماوي من الخارج فيما كافلة تواصل، كافلة تواصل، كافلة تواصل إلى خط النهاية. كأس الأمير بدر بن عبد العزيز حتى الآن باسم عنود الترابيع، من يطارد؟ من يطارد عنود الترابيع في انطلاقة الراسية؟ مستوى مستوى الأحمر قادم أيضا، الأحمر حايم قادم، قادم في هذه المنافسة. إذا التقدم لحايم، حايم حايم إذا، وكأس الأمير سلطان بن عبد العزيز بإذن الله، كأس الملك عبد الله بإذن الله، وكأس الملك عبد الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله، نحقق كأس الملك عبد الله، وبالفعل يفعلها الأبيض ويحقق كأس مؤسس الفروسية وباني أمجادها رحمة الله. وليتقدم لأول الكؤوس في هذه الأمسية، أمسية كؤوس الملوك لإيمان لبطلا لكأس الملك خالد ويضمه لكأس الملك عبد الله في النسخة الماضية. النشمية تتقدم، النشمية للمركز الأول، النشمية ناجح الورس تعود من الداخل، ونشمية الفرس النشمية تتمكن إذن من كأس. المظهور يظهر الآن لصدارة هذا الشوط، الفيصل يأتي، هنالك انقضاض من ليزوم، المظهور يظهر وبقوة في كأس الفيصل، الخوف من المباغتة، بالفعل المباغتة تأتي. مشاهدينا الكرام، المظهور يحقق المبتغى والمطلوب، النجم الفائز في الميتين متر الأخيرة يقود، يتزعم جياد وأفراس الفئة الأولى، يختتم الكرنفال. ألف ألف مبروك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، النجم الفائز يختتم كرنفال كؤوس الملوك.